طب احنا عايزين نتفرج على فكره، احنا ممكن امتى نتفرج؟ انت صحيح ماشي يلا بينا. واو قلتي الاستهلالة دي البداية بس خلي بالك دي البداية ده فتح كلام الله 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 لا بس دي نهواند بتعرف تعملها دي سهلة ودي كمان تقدر تعملها الله عليك يا باسم الله عليك يعني لما كنت بقول لا سحر ولا شعوذه ما كنتش ببالغ اهو يا حضرتك الله بصلي على كامل النور اوبا الله 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 كريم اوه لا 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 طب بس ممكن نسألك أسئلة كده وانت من الوضع رقيدا من الوضع رقيدا عندك إجابات واو ده شغل عالي ده كمان اتفضلي حضرتك لا 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 وأوضاع وحركات وشغل الله بصلي عليك اتفضلي اسألي السؤال اسأل سؤال وانت كده اوكي نسبة الخطأ قد ايه ممكن تكون؟ على حسب ممكن مثلا 4% 4% طب يا رب ما تبقاش هنا عشان ايه وش هنا يبقى حلو عليك برضه ما شاء الله ما شاء الله لا بجد لا برافو رائع برافو يا باسم بجد الله 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 ما تقوم تجرب يا كريم حاجه ورينا كده خليه يجرب يا رب مش فاكر مفيش حاجه ايه يا عم الحاج اللي بيحصل ده انت شفتي اللي باسم بيعمله في كده يا استاذ ده الواحد يخاف يلعب معاك حتى في تقسيمه هيبقى شكله وحش والله لا بجد بسم الله ما شاء الله ايه التحكم ده برضو الحكايه محتاجه يعني تنسيق كده ولا بيسموه ايه اللي هو التناسق العضلي العصبي دي حقيقة صح كده دي حقيقة ومحتاجة كمان ثقة جدا لانك انت لما تطلعه قدام جمهور تبقى محتاج ثقة ان انت ما يحصلش منك اي دروب بس هل الاستمرار في التمرين يقدر يوصل الواحد للي احنا شفناك بتعمله دلوقتي ولا لازم موهبة مع التمرين لا لا هي مع التمرين استمرار التمرين بس الموهبة برضو مبنية على اللي هو اللي يبقى عندك صبر يعني انت لو عندك موهبة وحابب الحاجة دي مهما كانت الحركة صعبة انت هتتعلمها لانك انت عندك صبر وحابب المجال ده لا بس يعني معلش برضو يعني تمرين قد ايه يعني مثلا حد زي كريم تمام لا لا اديني 6 سنين واتفرجي 6 سنين يا استاذ طب بصي احنا نعمل تحدي مع كريم طب بجد يلا استاذ كريم ثواني التحدي سهل جدا كل اللي عليك اللي انت هتثبت ايدك وانت ماسك القلم بس اعمل ايه هتثبت ايدك يعني انا هديك القلم والكره بتلف عليها هتثبت ايدك بس هقوم جرب بجد تمام ماشي دي مقدور عليها لو الكلام على كده ماشي يلا يا كريم لازم تكسب التحدي لو ما عرفش انا هجرب بص هتثبت ايدك هتحس بالكره طبعا بس هي مش هتقع ثبت ايدك جامد جامد حسب تجيب في وشنا ده سحر ولا شعوذه حضرتك الله بصلي على النبي الله بصلي على النبي شغل لازم ترد عليه بالتحدي على فكره لازم ترد عليه بالتحدي بقى الكارت ده ايوه فري ستايل او محترف اهو احنا فين على مين شيل الكوبايات وشيل لا لا دي نهايه الديكور دي نهايه الديكور ثبتي دي جامد جامد الحق جامد اوبا لا 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 ترفع اكتر منه شغل عادي شغل عادي بس كده مفيش حاجه ثانيه طب حبه تبطئي جربي تبطئي معانا تاخدي فكره لا يا اخي